تركيا تطور أول عقل محلي الصنع للمروحيات القتالية هجوم، سندمج الصواريخ التي نريدها. أعلنت شركة STM التركية للصناعات الدفاعية عن تدشين مشروع توطين عقول المهمات الخاصة بالمقاتلات المروحية من طراز أتاك T-129 هجوم، مؤكدة أنه من المهم أن يكون عقل الطائرة محلياً لدمج الذخيرة التي تريدها وإجراء التحديث وفق متطلبات الجيش التركي. وفي السياق، طورت شركة وصلسان التركية للصناعات الدفاعية نظام تمييز الأشخاص IFF Mod 5S، حيث تم تركيبه بمروحيات أتاك من طراز T-129 التي تستخدمها قوات الأمن التركية بفعالية عالية. وبحسب المعلومات، طورت شركة وصلسان بالتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية نظام تمييز الصديق من العدو بشكل يوفر استجابة سريعة ودقيقة في مهام القوات الأمنية. ويمكن تركيب النظام واستخدامه في مختلف المروحيات والطائرات الحربية والطائرات بدون طيار والسفن، كما وتم تركيب نظام بمروحيات أتاك من طراز T-129 وأجريت التجارب عليه وبات جاهزاً لأداء المهام. ويتفوق النظام على الأنظمة المماثلة عبر ميزاته مثل الاستجابة على مدى أطول وزيادة المقاومة ضد التنصت والتشويش والخداع والقدرة العالية على تحديد الهوية واستخدام جهاز التشفير الوطني. وتعد شركتا STM وأصلسان من الشركات الرائدة حول العالم في مجال تطوير أنظمة التحكم عن بعد للأسلحة، إذ يتم تركيبها على المنصات البرية والبحرية ويجري استخدامها في 16 دولة.